عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان الحديث في الأسبوع الماضي عن روايات تحليل الخمس، لتكملة الحديث عن ذلك نحتاج إلى استعادة ما ذكرنا في الأسبوع الماضي. روايات تحليل الخمس من قبل غير الفقهاء تفسر تفسيرا خاطئا، تفسر بأن الخمس حلل من قبل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لشيعتهم، ففي زمن الغيبة الخمس لا يكون واجبا على الشيعة. هذا التفسير تفسير خاطئ من جهات عديدة. أولا، هذا التفسير تفسير من قبل أناس ليسوا من أهل خبرة الروايات الفقهية، غير فقهاء، ولا يسمع من غير المتخصص في مجال تخصصي القضية بدرجة من الوضوح. النقطة الثانية، أن السؤال عن قضايا تخصصية دقيقة من شخص متخصص أيا كان في أي تخصص، المتخصص يتمكن أن يجيب على السؤال من بعض الأبعاد، أما أن يتمكن من شرح القضية بتفاصيلها التي هو يعرف، لا، المتخصص لا يتمكن أن يصنع ذلك لشخص غير متخصص. اسأل طبيبا عن قضية طبية تخصصية، يجيب ببعض الأجوبة ولكن يتمكن أن يشرح القضية كما يفهمها؟ لا. النقطة الثالثة التي ذكرناها في الأسبوع الماضي أنه، وهذا مؤسف طبعا، أنه تفسر الروايات الشريفة بتفسير يوجب ويوجد، هذا التفسير يوجب ويوجد تناقضا في كلمات أهل البيت العياذ بالله. آية قرآنية تفسر بتفسير تكون نقيضة لآية قرآنية أخرى، التفسير خطأ، القرآن لا يناقض بعضه بعضا. الروايات الشريفة هكذا، البعض يفسر حديثا شريفا بتفسير يوجب أن يكون هذا الحديث مناقضا لحديث آخر. تفسير الروايات الشريفة بالتحليل المطلق للخمس هذا يناقض الروايات الشريفة الأخرى، لأن روايات التحليل وردت من النبي صلى الله عليه وآله ومن أمير المؤمنين
ومن الصديقة الكبرى ومن الإمام الباقر ومن الإمام الصادق عليهم الصلاة والسلام، مع أن النبي صلى الله عليه وآله هو كان يأخذ الخمس، أمير المؤمنين كان يأخذ الخمس، الإمام الباقر كان يأخذ الخمس، الإمام الصادق كان يأخذ الخمس، الإمام الكاظم من بعده كان يأخذ الخمس. إذا كانت روايات التحليل بمعنى تحليل الخمس على الشيعة إلى يوم القيامة كما في بعض الروايات الشريفة بهذا المعنى بدون ملاحظة دقائق هذه الروايات الشريفة، معنى ذلك أن الإمام عليه الصلاة والسلام يحلل الخمس والعياذ بالله ثم يأخذ الخمس. نقطة رابعة، كيف نجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات الشريفة؟ ذكرنا وجه الجمع. وجه الجمع واضح جدا في التوقيع الشريف الذي يستدل به من قبل البعض، وفي الروايات السابقة التي سبقت عهد الإمام صاحب الأمر أرواحنا فداه في العصور السابقة في الأزمنة السابقة على الإمام أرواحنا فداه، كلها مقيدة بقيد طيب الولادة، تحليل للخمس في المقدار الذي يكون مرتبطا بولادة الشيعي. نعم، وهذا فضل عظيم كما في الحديث الشريف، وذكرت لكم الحديث الشريف. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يريدون أن لا يكون شيعتهم أبناء حرام. السلام عليكم ورحمة الله. هذه خلاصة القضية، وهذا القيد موجود في التوقيع الشريف الصادر من الناحية المقدسة، وفي رواية الإمام الصادق، وفي رواية الإمام الباقر، وفي رواية أمير المؤمنين، وفي رواية النبي صلى الله عليهم جميعا أجمع وعليهم. هذه نقاط ذكرناها. قبل أن أذكر نقطتين أخريين في هذا المجال، لا بأس أن أقرأ لكم بعض الروايات الشريفة الأخرى فيما يرتبط بأهمية الخمس، فيما يرتبط بهذا القيد في روايات تحليل الخمس. في حديث معتبر كتبت: جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة. الخمس في الفائدة كما في الروايات الشريفة العديدة. ما الفائدة وما حدها؟ أن تمن علي ببيان ذلك شاهدي. في هذا الحديث الشريف كلمتين. يسأل من الإمام: ما هي الفائدة التي يجب فيها الخمس؟ أن تمن علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام. مقيما، دققوا في كلمة مقيما، الذي لا يدفع الخمس هذا مقيم على الحرام، هذا لا يرتكب عملا محرما واحدا، مقيم على الحرام. لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم. العياذ بالله. فكتب عليه الصلاة والسلام. الإمام ما نفى، ما قال لا، ما هو ارتباط الخمس بالصلاة والصيام، ما هو ارتباط الخمس بأن يكون الإنسان مقيما على حرام، بل أيد. الإمام أجاب، فكتب عليه الصلاة والسلام: الفائدة التي فيها الخمس. هذا الشخص الذي يسأل من هو؟ يهودي يسأل من الإمام أو شيعي؟ شيعي يسأل من الإمام، يكتب إلى الإمام عليه الصلاة والسلام. فكتب عليه الصلاة والسلام: نعم، الفائدة فيها خمس. أي فائدة فيها خمس؟ الإمام يبين: الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها، أي تجارة، وحرث بعد الغرام، أو جائزة، حتى جائزة هدية جائزة فيها خمس. رواية شريفة أخرى، هذه الرواية الشريفة رواية مستفيضة، وردت بأسانيد عديدة من العديد من المعصومين عليهم الصلاة والسلام،
لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. الفقهاء في ذيل هذه الرواية الشريفة يقولون المقصود من الخمس ليس الخمس، المال الذي فيه الخمس. لا يحل لأحد أن يشتري من المال الذي فيه الخمس شيئا. لماذا؟ بقرينة حتى يصل إلينا حقنا. إذا كان المقصود من الخمس نفس الخمس، الخمس كله حق أهل البيت، لماذا يقول الإمام حتى يصل إلينا حقنا؟ هذا المال الذي فيه الخمس لا يجوز، لا يحل أن تشتري منه شيئا إلا بعد أن يصل الجزء الذي هو حق الإمام إلى الإمام، بعد ذلك اذهب واشتري بهذا المال شيئا. حديث شريف آخر، أنا أذكر هذه الأحاديث الشريفة، هذه الأحاديث تبين جوانب عديدة مما يرتبط بالخمس. في حديث موثق يقول الراوي: سمعت أبا عبد الله الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: إني لآخذ من أحدكم الدرهم. لا تتصورون أنا محتاج لهذه الأموال، أموالكم حاشا، أهل البيت يحتاجون إلى أموالنا، نحن نرزق ببركاتهم صلوات الله وسلامه عليه. إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا. لا تتصورون أنا محتاج، أنا من أكثر أهل المدينة مالا. هذا من الناحية الظاهرية، غير القضايا الأخرى التي هي تحت تصرفهم، كل الكون تحت تصرفهم. من الناحية الظاهرية أنا من أكثر أهل المدينة مالا، وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا. إذن لماذا تأخذ يا ابن رسول الله؟ ما أريد بذلك إلا أن تطهروا. حديث شريف آخر، عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام: على كل امرئ غنم أو اكتسب، أي شخص عنده أي شيء غنمه، لو 100 فلس، أنا أقول لو 100 فلس، أي شيء غنمه الإنسان، غنم 100 فلس، على كل امرئ غنم أو اكتسب، ما الذي يجب عليه؟ الخمس مما أصاب. الذي أصابه والذي حصل عليه يلزم عليه أن يدفع الخمس. لمن؟ لفاطمة عليها الصلاة والسلام، ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس، فذاك لهم خاصة. هذه أموال الإمام له خاصة، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا. هذه أموال الإمام صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن يقول عليه الصلاة والسلام: إلا من أحللنا من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة. لام التعليل، العلة تعمم وتخصص، لتطيب التحليل هذا. بقية الرواية لا أقرأها، بقية هذه الرواية خطيرة جدا العياذ بالله، كلمة جدا شديدة. حديث شريف آخر، هذا الحديث أشرنا إليه، أقرأ مقطع من هذا الحديث الشريف. الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله قال لأبي ذر وسلمان والمقداد، حديث مطول، مقطع من الحديث: أشهدوني، النبي صلى الله عليه وآله يقول لهم: أشهدوني على أنفسكم
خلوني أنا أكون شاهد عليكم، يعني اشهدوا أمامي بذلك، اشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلا الله، إلا أن يقول عليه صلى الله عليه وآله: وأن علي بن أبي طالب وصي محمد. وأمير المؤمنين، إلى أن يقول صلى الله عليه وآله: وأن أشهدوني، أشهدوني على هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وآله يقول لهؤلاء الثلاثة، وهؤلاء هم من الحواريين تعلمون، أبو ذر وسلمان والمقداد سلام الله عليهم، أشهدوني على كذا كذا، وأن مودة أهل بيته مفروضة واجبة على كل مؤمن ومؤمنة مع إقام الصلاة لوقتها وإخراج الزكاة من حلها ووضعها في أهلها وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس. الخمس يخرج من أي شيء؟ من كل ما يملكه أحد من الناس، كل ما تملك، كل ما أملك أنا، حتى يرفعه، في بعض النسخ يدفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم، الإمام أمير المؤمنين، ومن بعده من الأئمة من ولده، إلى أن يقول في أواخر هذا الحديث الشريف: فهذه شروط الإسلام. شروط الإسلام ما هي؟ عقائد، شهادة أن لا إله إلا الله، الشهادة بنبوة النبي، الشهادة بولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما. وهذه الأحكام المهمة، أهم الأحكام. هذا الحديث قصة لعلها تأخذ بعض الدقائق من وقتكم الثمين، ولكن قصة فيها فوائد. السيد البروجردي المرجع الكبير في كتاب جامع أحاديث الشيعة ينقل هذا الحديث عن أبي الحسن الضرير قال: كنت يوما في مجلس الحسن بن عبد الله بن حمدان ناصر الدولة، هذا كان في زمن الغيبة الصغرى، فتذاكرنا أمر الناحية، يعني الإمام صاحب الأمر أرواح العالمين فداه، وكنت أزري عليها، العياذ بالله، العياذ بالله، أنا كنت أنتقص، ما أقبل، أرفض، ماكو هكذا إمام. الإمام كان غائبا طبعا، فالبعض كانوا في شك، وكنت أزري عليها إلى أن حضرت مجلس عمي الحسين يوما فأخذت أتكلم في ذلك، بدأت أنتقص، بعض الناس يقولون الإمام موجود وغائب، هذا كلام خاطئ غير صحيح كذا. فقال عمه، عمه كان من قادة الجيش في ذلك الزمان في حكم العباسيين طبعا، فقال: يا بني، قد كنت أقول مقالتك هذه، أنا كنت مثلك، أنا كنت أنتقص، كنت أقول ماكو هذا الشيء، هذه خرافات، الإمام ما موجود، العياذ بالله، قد كنت أقول مقالتك هذه إلى أن ندبت إلى ولاية قم حين استصعبت على السلطان. قم كانت بلدة ما تقبل أحد يأتي من قبل السلطان يحكمها، قم كانت شيعية، السلطان ما كان شيعي، عادة كانوا ضد الشيعة هؤلاء، فقم كانت ترفض،
أي شخص كان يرسلونه إلى ولاية قوم يعني يحكم هذه المنطقة كانوا يحاربونه ويطردونه. فقوم استصعبت هذه المنطقة مشكلة صارت، إلى أن ندبت إلى ولاية قوم حين استصعبت على السلطان، وكان كل من ورد إليها من جهة السلطان يحاربه أهلها، فسلم إلي جيشا. لازم يصير جيش. وخرجت نحوها مع جيش. هو شخصية مرموقة، كان قائد جيش، كان شجاع، كان جدا مهيب، كان كذا. فأرسلوا هذا لعل هذا يتمكن على أهل قوم يحاربهم، طبعا لازم يدخل بالحرب. وخرجت نحوها، فلما بلغت إلى ناحية طرز خرجت إلى الصيد في الطريق من بغداد، لعله كان مركز الحكم ذاك الوقت، لا قم أيام كانت تكون. خرجت إلى الصيد في تلك المنطقة، فعاينت طريدة، غزال، شيء، أي طريدة، حيوان، فاتبعتها وأوغلت في أثرها. رحت الطريدة فرت، أنا رحت وراها حتى بلغت إلى نهر فسرت فيه، فكلما أسير يتسع النهر. نهر صغير كان، شوي شوي لا النهر صار نهر ضخم. فبينما أنا كذلك إذ طلع فارس تحته شهباء، راكب على شهباء، فرس شهباء، وهو متعمم بعمامة خضراء لا يرى منه سوى عينيه، وفي رجله خفان حمراوان ملثم. لا بس عادي. فقال يا حسين، خاطبه باسمه، هذا قائد جيش ما حد ينادي باسمه، احترموه. فقال يا حسين ولا احترمني ولا كناني، لا قال يا ابو فلان، لا احترمني، انت قائد جيش ابد. فقلت ماذا تريد؟ قال لم تزرع على الناحية، ليش انت تستشكل، ليش انت تعترض، ولم تمنع أصحابي، اعرفوا من هو، ولم تمنع أصحابي عن خمس مالك. كلمتين عادية قالها الإمام أرواح العالمين فدا. شنو قال له؟ قال له لم تزرع على الناحية ولم تمنع أصحابي عن خمس مالك. يقول وكنت الرجل الوقور الذي لا يخاف شيئا. أنا ما مو إنسان جبان، إنسان لا، أنا إنسان وقور، أنا إنسان شجاع. هو قال لي كلمتين فارتعدت منه، ما قال هم شيء، لا هدده لا شيء، كلمتين قال، هذه هيبة الإمامة. فارتعدت منه وتهيبته وقلت له أفعل يا سيدي ما تأمر به. فقال إذا مضيت إلى الموضع الذي أنت متوجه إليه قم، يعني فدخلته عفوا، عفوا يعني بدون حرب، كل واحد بعثوه هذا كان يريد يدخل تصير حرب وما يقدر يدخل أصلا، هذا إخبار غيبي. أنت عندما تروح إلى قوم وراح تدخل قوم عفوا بدون حرب، راح تدخل خلاف المألوف، أي واحد راح حرب وما دخلوه. فدخلته عفوا وكسبت ما كسبته فيه، تحمل خمسه إلى مستحقه. فقلت السمع والطاعة.
فقال امض راشدا، خلاص قالت تفضل روح. ولوى عنان دابته وانصرف، ولم أدر أي طريق سلك، فطلبته يمينا وشمالا فخفي علي أمره. وازددت رعبا، منو كان هذا؟ قال لي كنت ينوج أرعدني، وهذه العيبة التي دخلت في قلبي. وازددت رعبا وانكفأت راجعا على عسكري، وأنا نسيت الحديث، خلص هاي قضية كانت بعد ساعات، أنا نسيتها. فلما بلغت قوم، وصلت إلى قوم، وعندي أنني أريد محاربة القوم، أنا في بالي أنه أنا الآن أجي هنا أحارب، كل مرة واحد أجي يحارب، خرج إلي أهلها وقالوا كنا نحارب من يجيئنا بخلافهم لنا، هذا اللي يرسلوا إلنا كان على غير طريقتنا، احنا كنا نحاربهم، من نقبل واحد من عندنا خلي يرسلون في إلنا يحكم بلدنا، مو واحد بعيد عنا، كنا نحاربهم، كنا نحارب من يجيئنا بخلافهم لنا، فأما وقد وافيت أنت فلا خلاف بيننا وبينك، شيعي كان، أدخل البلدة ودبرها كما ترى. فأقمت فيها مثل ما الإمام أخبر، دخل عفوان، فأقمت فيها زمانا وكسبت أموالا زائدة على ما كنت أحسبه. ثم وشى القواد إلى السلطان وشاية، وحسدت على طول مقامي وكثرة ما كسبت، فعزلت، عزلوني خلاص ارجع، انهم رجعت، ورجعت الى بغداد، فابتدأت الى دار السلطان وسلمت عليه، واتيت منزلي وجاءني الناس، بدوا يجون، انا جاي من سفر، وجاءني في من جاءني محمد بن عثمان العمري، التوقيع الشريف في تحليل الخمس في زمن هذا، في زمن النائب الثاني للإمام محمد بن عثمان العمري. إذا الخمس محلل، لماذا محمد بن عثمان العمري كان يأخذ الخمس؟ هو قال الخمس حلال، وهو اللي جاب التوقيع الشريف. وجاءني في من جاءني محمد بن عثمان العمري، فتخطى الناس حتى اتكى على تكاءتي، قعد عندي، فاغتظت من ذلك، هذا كان يتصور نفسه شيء، محمد بن عثمان العمري هم يحترمه هذا المتكبر اللي جاي يتكبر على الناس من غير سبب، شي يتعاملون وياه. فاغتظت من ذلك، هذا شي قاعد عندي، ولم يزل قاعدا، ما يقوم يروح، الناس يجون يروحون، هذا قاعد، ولم يزل قاعدا ما يبرح، والناس داخلون وخارجون، وأنا أزداد غيظا. فلما تصرم الناس وخلى المجلس، دنا إلي وقال بيني وبينك سر فاسمعه. فقلت قل، فقال صاحب الشهباء والنار يقول قد وفينا بما وعدناك، احنا قلنا راح تدخل قوم، قلناك شنو كانت العبارة، امض راشدا وراح تحصل فلوس، احنا وفينا بوعدنا، يلا. فقال سر، كان هو كان صاحب الشهباء، ما كان احد ثاني. فقال صاحب الشهباء والنهر يقول قد وفينا بما وعدناك، فذكرت الحديث وارتعدت
من ذلك. هو قاعد ببيته مرة ثانية هذه الهيبة. فارتعدت من ذلك فقلت السمع والطاعة. فقمت وأخذت بيده ففتحت الخزائن. هذه الخزائن أنت خمس. فلم يزل يخمسها إلى أن خمس شيئا كنت قد نسيته. خمس هذه الخشوخ موجودة أمامه. بعض الأشياء الثمينة عادة كانوا يحتفظونها في أماكن ثانية غير الخزينة العادية. الخزينة العادية ملابس، أشياء ثمينة عادية، لا أشياء تسوى أكثر، هذه كانوا يخلوها في مكان خاص. شيئا فشيئا هذا اللي عنده هواية أشياء كثيرة، هو هم جاي من السفر ناسي أصلا بعض الأشياء، أصلا كنت ناسيها. هو قال لي هناك عندك أشياء، جيب ذاك هم جيبه. وخمس إلى أن خمس شيئا كنت قد نسيته مما كنت قد جمعته. قال لي عندك فلان شي هم جيبه. وانصرف، أخذ الأخماس محمد بن عثمان العمري وراح. ولم أشك. هو شنو كان يقول؟ كان يقول أنا في البداية أنا كنت أشك، يقول ماكو هذا الشيء، ماكو إمام، لا من ذاك اليوم خلاص. ولم أشك بعد ذلك أبدا. هذا الراوي اللي هو يصير ابن أخو الحسين ابن حمدان، كذا ابن حمدان يقول وتحققت الأمر، فأنا منذ سمعت هذا من عمي أبي عبد الله زال ما كان اعترضني من شك. هذه أيضا رواية شريفة. خلاص كلمة أخيرة بهذه الروايات الشريفة والروايات التي ذكرتها لكم، وأن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام حللوا الخمس مقيدا، وأن أهل البيت بعد ما حللوا الخمس إلى يوم القيامة، في بعض الروايات قرأت لكم والروايات كانت صحيحة، بعضها في بعضها كان تحليل الخمس إلى يوم القيامة، بعد ذلك أهل البيت أخذوا الخمس، يتبين هذا الخمس خاص بالشيء الذي ذكر في الروايات الشريفة. أنا أريد أن أفرض رأي هؤلاء اللي يقولون أن الخمس حلل من قبل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. طبعا هؤلاء ليسوا فقهاء، الفقهاء ما يقولون هذا الكلام، لا تماشيا معهم. هؤلاء شنو يقولون؟ يقولون الخمس حلل لا بأس. يعني شنو يصير في الإنسان يدفع خمس فرضا؟ فرضا مو واجب، خلاص جاي تدفع المن، وين جاي يروح الخمس؟ يصعب عليك أن تدفع خمس أموالك للإمام، أرواحنا فداء الإمام، هو ما يحتاج، هذه مصاريف تصرف في الشؤون التي يرضى بها الإمام أرواحنا فداء الإمام، هو ما يحتاج، ولكن بالنتيجة جاي تدفع. هلا وكلا الإمام سن، يصعب عليه أن يدفع خمس أمواله، لنفرض أصلا مو واجب. بعض المؤمنين المؤونة مستثنات قطعا، كل الفقهاء يقولون بالروايات الصحيحة بعض المؤمنين حتى خمس المؤونة يدفع، مو مشكلة. من اللي رزاق غير الله عز وجل؟ يعني إذا أنا دفعت شنو أموت؟ البركة من أين تأتي؟ يدفعون الخمس فورا، مع أنه كل الفقهاء يقولون الذي عنده رأس سنة لا يجب عليه دفع الخمس فورا، يجوز له أن يؤجل تخميسه إلى يوم رأس السنة، لا يدفع الخمس فورا. بعض المؤمنين أنا أعرف بعضهم، وقطعا ويقينا، وبعضهم قال لي هذا الشيء، البركة في حياته زادت حتى لو مو واجب، حتى لو أسقطوه، هم أسقطوا خمس المؤونة أيضا. بعض المؤمنين يخمس خمسين، خمسون هذا الخمس الواجب يجعل للإمام سيد الشهداء أرواحنا فداه صلوات الله وسلامه عليه خمسا ثانيا، شنو يصير فيك يعني؟ افرض
افرض انه بعض الفقهاء قالوا بوجوب الخمس، افرض فرض بعض الفقهاء قالوا فرضا الخمس مو واجب وبعض قالوا واجب، لا بس ادفع يعني على دينارين على فلسين فلسين، هذا فلسين، هذا الاموال التي ندفعها، يصعب علينا ان ندفع هذه الاموال القليله باحتمال الوجوب، لا مو باحتمال الوجوب، شيء هكذا الانسان يدفع. حتى لا تشمل تلك الروايات الشريفة الشديدة الخطيرة، إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول إلهي خمسي. يا أخي خلي في بالك هذا الاحتمال، رواية شريفة. يبدو لي أن تعاملنا مع قضية الأموال تعامل مبالغ فيه بصورة عامة، ومنها هذه القضية التي توقف بعض الناس غير المتخصصين غير الفقهاء في هذه المسألة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يجنبنا معاصيه. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لك.